نعمل التورتيلا او عيش التورتيلا بالشوفان. الاول ايه الالوان اللي انا مستخدماها؟ الوان طبيعيه؟ لا. الوان جل؟ لا، انا مستخدمه الوان خضار. يعني عملت ايه؟ جبت جزر، جبت كرومب اللي هو الاحمر، جبت بنجر، تمام، وكمان كركم لو عايزين، بس كده. وبعدين هروح جايبه بقى المقدار اللي عندي، عباره عن 240 جرام دقيق شوفان اللي هو بما يعادل كوبايتين شوفان اللي هو الدقيق اللي هو طحناه كويس جدا جدا جدا، خلاص. وبعدين كوبايتين ميه عليهم، ورشه زيت، رشه ملح، رشه سكر، رشه زيت، رشه ملح، رشه سكر. يعني العيش التورتيه ده عباره عن ايه؟ عباره عن شوفان، زيت، رشه ملح، رشه سكر، والالوان اللي عندي، بس كده. بس كده اقدر اعمله بميه بس؟ طبعا تقدري تعمليه بميه بس، لكن انا عايزاه كمان مبهج وملون، ويحب اولاده يحسوا ان هم واخدين حاجه مختلفه، خصوصا حبايبي الاطفال اللي هم مرضى سكري بيكونوا حاسين ان هم شويه اللانش بوكس بتاعتهم مش زي الاطفال اللي هم عاديين. لا، احنا نقدر نخلي لانش بوكس بتاعت ولادنا اللي هم بيعانوا من اي حساسية، لا، ممكن اقدر اخليهم ان هم حاجتهم وساندوتشاتهم واللانش بوكس بتاعتهم مبهجة اكتر كمان، وفيها افكار كتير اكتر كمان من الاطفال حبايبي السويين اللي ما عندهمش اي حاجة، طيب، اللي ما عندهمش اي مشاكل طبعا صحية. طيب تيجوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنا هجيب اربع حله عشان نعمل اربع الوان. طيب، وبعدين اهو نبتدي باول لون، واحده واحده كده علشان ايه نركز مع بعضينا. نبتدي باول لون. اول لون انا اخترته هعمله بال تا 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 تا. انا هنا طبعا ده الكرنب غليته 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 لحد ما طلع لي اللون الموف الخطير اللي عندنا ده. طيب انا طبعا مش هعمل، انا قلت لك المقدار اللي هو 240 جرام على كوبايتين ميه اللي هو بيساوي كوبايتين شوفان مطحون منخول. شوفان مطحون منخول، بصي زي الدقيق بالظبط، خلاص. شوفان مطحون منخول على ايه؟ على كوبايتين ميه. انا بقى هعمل هنا علشان اعمل كذا فكره وما اعملش كتير يعني، وانتوا طبعا تقدروا تعملوا مقدار اللي انتوا عايزينه. هعمل بما يعادل نص كوبايه شوفان لنص كوبايه ميه، بس مش ميه، لا، ده انا هعمل الميه اللي هي ايه طالعه من غلي الكرنب. انتوا عارفين ان الحاجه لما بنغليها دي اصلا بتنزل بعض فوائدها في الميه اللي احنا سلقناها فيها دي، هي دي بقى الميه اللي مليانه ايه؟ فوائد وفيتامينات. هروح حطاها، لازم الميه عندي تكون بتغلي، خلاص. انا ما ينفعش اسوي عيش التورتيه ما ينفعش اعمله غير لازم ميه تكون بتغلي. وبعدين ارش رشه ملح، خلاص، عشان يطلع معاكم ناجح يا جماعه. ما ينفعش الميه دافيه، ما ينفعش الميه ساقعه، ما ينفعش الميه الحنفيه، الميه لازم تكون بتغلي. واروح حاطه زيت، حاجه بسيطه كده، ماشي، معلقه لكل نص كوبايه او نص معلقه. واروح حاطه شويه سكر، وادي عندي نص الايه كوبايه الشوفان المطحون اللي هو دي شوفان اللي انا طحناه في البيت كويس جدا. اروح عامله كده، وبعدين ابدا بقى اقلب كويس قوي اهي. شايفين اللون ده؟ لون طبيعي، مش حاطين اي الوان، لا جل ولا صناعيه ولا اي حاجه، هو بس الكرنب اهو، الكرنب الاحمر الخطير بتاعنا. شايفين اهي؟ دي كده طالما اتجمعت عندي معايا يبقى كده انا العجينه بتاعتي حلوه قوي. هنزلها اهي، طيب، واروح عامله كده واطلعها. بصوا هنا الحله عندي، شايفين بدا يلزق فيها ازاي؟ يبقى هي كده استوى حلو قوي. هروح عامله ايه؟ هروح حطاه عندي هنا، طبعا دي احنا هنا نضيفه فله، واروح جايبه شويه ايه دقيق شوفان، وافضل اعجن فيها شويه كده. شيل بس الحله من على النار. ايه ده؟ بصوا، مش عايز اقول لكم هتعجبكم ازاي، الطعم حلو جدا، مفيش اي حاجه. بصوا العجينه
مرنا في ايدي ازاي وهي سخنه، بعجن فيها، شايفين ما بتلزقش ازاي؟ بصوا اهي اهي. ابدا بقى ايه اجيب عندي، حلوه جدا جدا، اجيب عندي ال اهي ال اسمها ايه المردانه بتاعتي، واروح شايفين عايزه اسيبها ترتاح. ممكن تسيبوها ترتاح طبعا وهي مش سخنه، يعني ممكن ما نشتغلش فيها وهي سخنه، بس عشان انا وقتي عايزه اعمل لكم الافكار الثانيه فهكون مستعجله. طيب بفردها، بفردها ايه تكون رفيعه، اقدر بقى باي طبق عندي، وانتوا هتشوفوا دلوقتي بقطع حواليها. عايزه اقول لكم بتطلع طريه جدا وجميله، ما بتاخدش دقيقه، دقيقه ونص بالكتير قوي تسويه على البوتاجاز. ايه ده هنسوي كمان على البوتاجاز؟ ايوه شوفها كده بس، ده عايزه تاني شوفان، ثانيه واحده اهي. شايفه انا اختبرتها ازاي ان هي ممكن تقطع مني ولا لا؟ بشيلها لقيتها ايه لسه بتقطع، فايه اعجنها تاني عشان هي كمان لسه سخنه وانا مستعجله عليها اهي. طيب اقول لكم انا عايزه اشتغل فيها هي، ما انا عندي واحده هنا انا عاملاها وسايباها ترتاح، بس انا عايزه اشتغل في دي، عايزه بحب قوي اعمل كل حاجه ايه قدامكم. طيب نفرد شويه دقيق حلوين، وهنا شويه دقيق حلوين، ده دقيق شوفان، ما ينفعش اروح عامله بشوفان واروح ايه مبوظه الدنيا وحاطه دقيق عادي، لا انا بكمل بالدقيق شوفان اهو. دقيق الفرد كمان عندي دقيق شوفان، طعمه ايه يا فيفا؟ طعمه حلو جدا بجد، هيعجبكم قوي اهي. طبعا انتوا تقدروا تعملوا بقى، انتوا فهمتوا الحدوته اللي هي ايه، شايفين؟ لا هديت معايا بشيلها ما بتلزقش عشان بردت معايا، وحطيت لها تاني شوفان. طيب يا فيفا انتوا فهمتوا الحدوته هي ايه؟ ان انا كل كوبايه شوفان دقيق قدامها كوبايه ميه مغليه، الميه المغليه دي بقى عندنا تكون زي ما تكون انا عملتها بالخضار البنجر، وده لون الكرنب، مش بحطط له اي لون صناعي ولا جل ولا اي حاجه اهي. فردتها طبعا، انتوا عارفين عيش التورتيه بيكون ايه رفيع، رشه السكر كمان وتظبط لي كمان قوامه جدا، شايفين اهي وانا بشيلها ما اتقطعتش مني ازاي اهي. هقطعها بقى على اي شكل انا عايزاه. بصوا انا اخترت الطبق الحلو ده، اروح حطاه كده في النص واروح ايه مقطعه بسكينه من حواليه. طبعا انتوا تقدروا تقطعوه ماشي، او حتى تقسموه دواير الاول وبعدين تفردوا دايره دايره، ولو مش مهتمين قوي بالشكل فعادي جدا. بصوا جماله، شايفين عامل ازاي؟ حكايه ازاي؟ بجيب بقى الطاسة عندي ماشي، لازم تسخن، وبدهنها، بحاول انفضه كمان من ما بيتقطعش عندي. بصوا تحفة تحفة تحفة، مدور وخطير، وانا عارفة انا عاملاه ازاي ومتأكدة منه. وهقول تاني، الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين لازم يكونوا شاريين شوفان مكتوب عليه فري جلوتين فري او خالي من الجلوتين. طيب اهو شايفين دي بقى طبعا تتقور تاني ماشي، وطبعا من الاول ممكن نقسمها دوائر، دي تتقور وتعمل ايه رغيف كمان. انا عندي هنا الطاسة تسخن، اروح واخدة نقطة زيت بسيطة قوي ماشي، انا بس عايزة نقطة زيت، حاجة يعني لا تذكر، اكون متأكدة ان كل حاجة عندي متغطية بمادة دهنية علشان تعمل ايه ما تلزقش خالص عندي اهو. واروح حاطه كده ماشي، ما بتاخدش في تسويتها دقيقه ونص،
عشان هي رفيعه تحفه وتجنن وحاجه صحيه جدا. الناس اللي عندها السكر تقدر يعني بمنتهى البساطه ان هي تعمله وتستخدمه، هناكل منه كميات لا لا خالص، ده سعراته زي سعرات الدقيق بالظبط، لكن هو حلاوته ان هو فيه الياف اكتر فبيساعدنا على الشبع اكتر. كمان هي في ميزه ان هو بيحافظ على مستوى السكر في الدم، فالمرضى السكر ما يطلعش وينزل ايه معاه. طب بس كده للناس اللي عندها سكر ناكله؟ لا خالص، احنا زي ما قلنا ان احنا نقدر كمان كلنا ناكله اهو، دقيقه ونص بالكتير قوي من الناحيتين نلاقيه استوى. طيب تعالوا عايزه اقول لكم ان ريحته حلوه جدا، ريحته حلوه، بص ما بيلزقش خالص ازاي، وانا ايد انا مشعراها مشعراها نقطه زيت كده وتجنن. طيب تعالوا نفرد دي كمان، بس انا مش عايزه اغيب عنه لانه هو بيستوي بسرعه قوي. وبعدين خلوا بالكم النار عندي عاليه، لو واطيه هتنشفهولي عالية وعيني ما تسيبهوش، علشان لو النار هادية هينشف. لا هو عايز دقيقة ونص هوب تركة على طول ورا بعضه، وعلى طول نروح عاملين ايه عينينه في حاجة زي كده. شايفين بصوا هنا انا عيناه ازاي، هنا هاي انا هنا بصوا انا ده عاملاه اهو ماشي وحطاه لازم. طيب اجيبه لكم هنا مش مشكلة اهو اهو، شايفين انا حطاه هنا تمام كده، عاملاه ده وحطاه فين، حطاه في الفوطة، لازم احتفظ بيه كده في الفوطة علشان ما ينشفش من الهواء. بصوا بصوا طري اصلا ازاي معايا، شايفين عامل ازاي، بصوا شايفين اهو اهو اهو، حاجة ناجحة جدا. بصوا اخد خلاص لون من هنا، حاجة ناجحة جدا جدا، والولاد بجد هينبسطوا منها، وتغيير طبعا عن ايه العيش البلدي بتاعنا، او بلاش بقى العيش ايه الفينولا. طبعا لو عايزين كتغيير ما عندناش اي مشاكل صحية فممكن ناخد. بصوا من كتر ما العجينة ناجحة، هو انا مش قصدي يبقى عيش، بس بصوا هو اصلا ممكن يرتفع ازاي يعني ممكن ينفخ مننا، وده انا اصلا مش قصدي كده، انا قصدي عيش تورتية عادي جدا، لكن هي عشان العجينة ناجحة جدا ومظبوطة جدا ومخدومة ماشي، شايفين عاملة ازاي، حاجة يعني مش عايزة اقول لكم بجد بجد هيعجبهم ازاي، وهيحس ان هم بياكلوا حاجة مختلفة. بعدين ريحة الخبيث بقى كده، واحنا بدأنا شوية الجو يبرد، ريحة الخبيث في البيت بتبقى من أمتع وألذ روايح، تحس كده إن البيت فيه دفى، البيت فيه دفى. بصوا عامل إزاي، عايزة أقول لكم بصوا بصوا بينفخ إزاي من هنا، شايفينه شايفين. طبعا أنا ممكن أخليه يحاول العيش، بس بهدي النار بقى خالص، طبعا عادي جدا زي ما عملناه، بهدي النار خالص خالص، وممكن اسيبه على نار هاديه فهلاقيه بدا ينتفخ معايا. عايز اقول لكم تحفه اهو، بدا ياخد اللون ده، انا كده استوى معايا، تحس ان هو بدا ياخد لون ايه شويه اغمق، اللي هو حاجه بتتخبز، شايفين النقط دي. طيب انا هعمل كميه ماشي، وبعدين وانا عايزه بقى اسوي مره واحده، يعني عايزه اعجن وايه ادور واقطع واسوي مره واحده، هعمل كده، بس لازم العجينه كمان احطها فين، يا اما احتفظ بيها زي ما انتم شايفين كده ماشي. بصوا انا هنا العجينه دي عاملاها قبل الهوا، بصوا جمالها عامله ازاي، شايفين جمالها طريه وتحفه. بصوا انا مسلفناها ازاي، وده ليه، علشان انا محتاج ان هي ما تنشفش. طب انا عايزه اقطعه يا فيفا وبعدين ابدا اشتغل، حلوه قوي، هتقطعيه وبرده تحفظيه في الفوطه، ما يشمش الهواء علشان ما ينشفش، مهم جدا ما يشمش الهواء علشان ما ينشفش. طيب انا خلاص عملته وهعينه في الفريزر، بس احنا لسه هنعمل الالوان دي علشان بجد هي حلوه جدا ولذيذه قوي، ريحته تجنن، ريحته حلوه جدا. بصوا خلاص استوى معايا، اروح حب مدخله فين، مع اخواته هنا ماشي، اللي انا سويتهم قبلي اهو،
يعني بقى، وما فيش مانع ان احنا ايه بالليل، هيا حبايبي عايزين تاخدوا بكره لون ايه، ونسالهم ونعمل لهم، ممكن نحط الوان مع بعض كمان، يعني ممكن بقى ايه يعني نشغل دماغنا، ممكن نحط ايه ده مثلا بنجر، ممكن نحطه على شويه جزر، ممكن نحط كركم على شويه بنجر، اللي هو ايه نخلي فيه الوان، ممكن نجيب الوان جل طبيعيه، بس طبعا هتكون بس الوان لكن مش فايده، خلوا بالكوا هتكون بس الوان بس مش فايده. طيب انا عايزه اعمله يا فيفا، مش هقعد اقطع، عايزه اعمل كده على طول، اديها كده مفروده ماشي، انا اصلا مقطعاها دايره وهفردها ومش هقطع، ماشي حاولي تعمليها دايره كده اهي ماشي، وتحتينا طبعا ايه بنفرش الدقيق الشوفان اللي احنا عاملينه، وادي الطاسه بتاعتنا، وادي نقطه الزيت بتاعتنا كمان اهي اهي، شايفين بس كده، واروح اهو، انا مش عايزه اقطع بقى واعمل، بس كده هتاخديها برضو اهي اهي اهي، وننزل هنا نسويها اهي منتهى السهولة، وافردها بس كده عشان ما تستويش، بس شفتوا قد ايه بسيطة، كله على النار، لازم المية زي ما انتوا شايفين تكون بتغلي، هعمله بمية مغلية، هعمله بالالوان دي، بعد ما بغليها ببدأ اشتغل بيها، باخد بقى اللون بتاعها وابدأ اشتغل بيها، ما حطيتش اي جل، وباكد تاني ما حطيتش اي الوان جل، يعني دي العجينة دي الحلوة دي انتوا شايفين كنت شغالة بيها، ده من ايه من الكرنب الحلو ده اهو، اخوات اهو اللي هي طلع لنا ايه عيش التورتيه، تحفه تحفه تحفه، وناعم وخفيف هيعجبكم قوي ماشي. طيب هعمل بقيه الالوان علشان اوريكم كده تشكيله حلوه، بس بعد الفاصل استنونا. بصوا بقى يعني فعلا العجن والخبز بيخرج اي طاقه سلبيه جوانا، مش كده وبس، شايفين الحته دي ماشي، دي اللي هي باللون الايه لون البنجر، فاضت معايا لان انا في الفاصل اتسليت وعملت ايه الرغيف ده اللي يجنن ده، شايفينه عامل ازاي، ده باللون البنجر تمام، وكمان بقى فاضت دي، فانا عماله اعمل ايه كده عارفين الكوره اللي هي بتاعت الاسترس دي، حلو قوي. وبعدين بقى وانا بعمل كده في عجبت ايه ياسمين اللعبه، وعجبها العجن والخبز اللي احنا فيه، طبعا ياسمين مذيعه صباح الورد، الورده بتاعتنا الجميله، فلاقيها بتقولي ايه الله بتعجني وبتخبزي اجي معاك، قلت لها ده انت لازم تيجي معايا، ده انا حبيت ودخلتها. اجي بقى اساعدك واتعلم ده منك محتاجة الموضوع ده، حد يساعدني عشان انا نفسي العب بالكوره اللي انت بتلعبي بيها دي، انا ماسكه ايدي بقى، لا ما احنا ما فيش هنا حاجه الاول يعني، منورين ياسمين يعني، ميرسي يا فيفو بجد، وانا مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده، وانا جدا، وانت عارفه انا بحبك قد ايه طبعا، انت عارفه طبعا، ودخلت نفسي اتعلم بقى منك. بصوا بقى جميله ازاي جميله، وبعدين يا جماعه ياسمين مخطوبه على وش جواز، يعني احنا لازم نعمل لها استعداد بقى، يعني انا عماله بكلمها من يومين يلا ياسمين اتجوزي انا عايزه احضر فرح، بالظبط عماله تقولي كده كل شويه، فانا قلت ادخل اتعلم طبيخ يعني او خبيز وكده، بناتنا كان انفع يعني، مش بس امارات وشاطر شاطرين وجمال في الشغل، لا كمان لازم يكونوا شاطرين وقدها وقدود في البيت، بالظبط احنا داخلين نتعلم ونفهم كده نعمل ايه بالظبط عشان ما نبوظش الدنيا. طب قولي لي عمرك خبزتي وعجنتي قبل كده؟ جربت قبل كده والحقيقه فشلت فشل ذريع، الحمد لله يا حبيبتي فرحتي بيكي فانا داخله اعدل اللي انا عملته يا فرحتي بيكي. عارفه فطير الخمس دقايق ده اللي هو كان منتشر قوي وقت الكورونا وناس تعلموا كده، انا جربت بس فطير الخمس، انا سمعت بسكوت ال 10 دقايق، فطير الخمس دقايق جديده عليا حبيبتي، انا جربت الخمسه ما شاء الله، بس ممكن عشان جايه فشل، عايزه حاجه سريعه اسرع. طب ايه رايك في الفكره؟ بصي الفكره تحفه عشان انا عاجبني الالوان قوي، وسبيشالي ان هي ناتشرال بحاجات جداً طبيعيه وكده، فحلوه قوي للولاد. تحبي تختاري اللون ايه بقى حضرتك تعملي؟ انا هختار الاورنج. برافو، انت عارفه ده ايه؟ برتقال ولا ايه؟ لا ده جزر، عملنا فيه ايه؟ اهو عملنا فيه ايه، سلقناه كويس جدا 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 أوكي. وبعدين طحناه ضربناه وصفيناه على قد ما نقدر، هيطلع معانا بس تقيل شويه خلاص أوكي. هنحط ايه هنا، تعالي بقى حياتي سيبي دي عشان ماشي. دي بتاعتي، طب ممكن العب بيها شويه، هديلك لما طيب. تعملي العجينه دي حلوه ماشي اوكي لما تعملي خدي كمان عشان تمسكي ماشي هتتلسعي أوكي.
لا مش هتلسع ان شاء الله. مش انت طويله وحلوه كده وهتوصل لحد. انا بص انا بعد كده هدخل اوصلها لك لحد هنا. ده انا ما في حاجه هناك بقول لهم ايه ده، حد يحطها لي هنا يا جماعه. انا موجوده هساعدك. بصي هنحط دي. هعمل ايه دلوقتي؟ يلا هنحط دي. هنحطها هنا. دي جزر هتلاقيها. هو ايوه ايه ده؟ بصي الصوت. بصي الصوت عشان انا محضراها لك. ماشي سخنه. يعني انا بعد كده لما اجي اعملها احطها على نار عاليه؟ لازم تكون الميه بتغلي. اوكي. حطي رشه ملح. رشه ملح كده. ماشي بتاخدي ني 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 ني. ازود ازود؟ انا عديهم. ما انا خايفه. حبه نونو حطي برده رشه زيت وانا احط لك السكر. هو انهي الزيت ده ولا ده؟ لا ده انا باخد منه. حطي ماشي. زيت عادي كده. رشه واحده. شكرا. اهو على نص كوبايه ايه؟ شوفان. نص كوبايه شوفان. فين الشوفان؟ اهو حضرتك. ده الشوفان. بس لا ده شكله مش كده. ما هو ده احنا طحنينه علشان يبقى بصي كانه دقيق. بصي عامل ازاي. أوكي. وهتفردي بيه بقى وكله كده. لا كده. ايه ماشي. حضرتك حط كله. ماشي حطي كده وتقلبي. يلا ماشي. دي بصي التقليبه دي بقى. الله. حلو قوي. وقعتها لي كلها. لطيفه جدا. حلوه قوي. انا كنت متوقعه ان ده هيحصل. لا والله. بصي بقى السهوله. لمي لمي كده بقى. لمي كده. ما توزعهوش حبيبتي، احنا كده مش هيطلع لنا حاجه يا طب ماما. ممكن اديكي انا دي علشان انا حاسه ان هي ابتدت تعك مني. لا ما خالص. طيب. خليكي كده واثقه في نفسك. واثقه في نفسي. هبوظ لك الوصفه. لا خالص اهي. طيب. سهله جدا. بصي اللون تحفه ازاي. تحفه. اللون جميل قوي. وايه بقى ده؟ جزر. جزر. والجزر بايه؟ بيقوي النظر. برافو عليكي. شفتي بقى انا كويسه ازاي؟ لا شاطره شاطره. لا خلي بالك انا شطوره يعني. لا ما هو طبعا يا ياسمين. هطلعها. قولي لي كنت شاطره في المدرسه يا ياسمين ولا حاجه؟ بصي يعني اكدب على الناس. يعني اكدبي النهارده. لا 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 طبعا ما تكدبيش. بصي كنت عادي يعني. كنت مستوى الطالب العادي بس كنت لعبيه ما كنتش بحب اذاكر ابدا. طلعها. استني هتعرفي تطلعيها؟ اهو. برافو. شايفه بقى؟ بصي طريه ازاي؟ طب انت ازاي سخنه قوي؟ لا خالص. يلا بجد عادي؟ طيب ماشي. حط لك شويه دقيق. يلا عجيني يا حبيبتي. طيب اشيلها كده من على النار. برافو. شايفه؟ ما شاء الله. شايفه الشطاره؟ ما شاء الله. بنتنا شاطره اهو. جدا. خطيبك اسمه ايه؟ اسمه سمير. يا سمير. يا سمير انا شاطره على فكره. بنتنا. عجيني بقى. طيب كده؟ يا عيني يا ربي. طب ايه قولي لي بتعمل أيوة ازاي كده؟ ايوه صح شاطره حياتي. ايوه ده انا هظبطها. ايوه 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 كده. هي بس سخنه شويه يا بيبي. انت تستحملي ازاي؟ لا بقول لك ايه ده انت لسه لسه في الاول. ها ماشي حاضر. لا ده احنا بنمسك الحله على النار عادي جدا. يعني بيبقى في قوات خارقه بقى لما الناس تتجوز كده وتستبيو. لا خالص. بصي مش كله بس يعني اهو شايفه. يلا يعني السهوله دي بقى. خليكي بصي اتعاملي معاها حسيها كده. يعني اعيش معاها بقى. اخش مع الحال. بجد عايزه اقول لك ان انا كنت يعني اخر حاجه ممكن اعملها المعجنات. اوكي. بقيت بجد بحس ان انا بعملها ببقى مبسوطه قوي خصوصا بقى فرحتي بالخمير يعني العجين لما يخمر. بس دي طبعا حاجه سريعه. دي حاجه سريعه. فرحتي بقى لما بعمل عيش ويبدا يتنفخ. ايوه يطلع لحوي. يعني يبقى ناجح كده ويطلع كويس. يعني بصي دي احلى لحظات هيبقى. كان نفسي اعيش اللحظه دي والله. هتعيشيها ان شاء الله. كان نفسي اعيشها يا بنين والله. هتعيشيها ان شاء الله. يلا كنت بتاخدي سندوتشات معاكي ايه بقى؟ انت عارفه ان احنا دي يعني ماشي احنا بنعمل النهارده حاجات كده للمدارس. اوكي. انا كنت باخد معايا ممكن ساندوتش نوتيلا. واللي كان دايما بقى يضايقني قوي ساندوتش الجبنه. ما بتحبهوش؟ لا ده كان بالنسبه لي عقاب. عامله زي كارما بنتي. ده بالنسبه لي عقاب. تقولي الجبنه طعمها اولا ما بتبقاش باينه معايا. لا المشكله ان هي على فكره بتنشف يعني اول ما بروح المدرسه وكده هي بتنشف. فحسوا بينا يعني. وخيار بقى فيبلبل ايه بالظبط يعني الساندوتش بيبقى عقاب. ده فكنت بتبسط قوي باللانشون بالناجتس الحاجات اللذيذه. وبتاكلي الاكل بتاعك ولا لو جبنه كنت ممكن اتصرف فيه كده بطريقه ما في المدرسه وارجع من غيره بس لو اي حاجه تانية هاكل. طبعا مش حدش يعمل كده. محدش يعمل كده. ما تسمعوش كلام طنطي ياسمين. ابدا يا حبايبي. يعني محدش يعمل زيي. حتى لو جبنه معلش كلوها. لو جبنه كلوها معلش. تعالوا على نفسكم. طيب يلا عجيني بقى كده. طيب ماشي. عايزاكي تعملي لي ايه؟ هاتي لي كده الحله. لا خلاص احنا فقره الحله خلصت. خلاص دي ايه؟ ايه النشابه. ايوه برافو عليكي. أيوة ما شاء نشابة. الله ما كنتش عارفه اسمها. انا بالنسبه لي دي فراده. فراده. لا حاجات كتير بتفرد. لا على فكره هتعلم منك كتير النهارده. يا حبيبتي ياسمين والله يا بيبو. يلا ماشي هفردها دلوقتي. اتفضلي يلا ما نشوف هتفردي. اوكي
ما شاء الله دي هتعجنها. شايفة؟ شايفة؟ لا بقى واحدة واحدة. طب ثانية واحدة بقى. واحدة واحدة ثانية. ألمها تاني. لا لا حلوة قوي. تمام؟ طب أوكي. اوعي إيه تكوني يا فيفو بتاخديها بأمانة أبدا. لا أنت عارفيني طيب. لو كده هقول لك لا اللي أنت بتعمليه ده خلاص ماشي. بس ممكن تديها الشكل مدور شوية عشان هو أنا مش عارفة بصراحة ماله ربع مني. استطالت. ماله كده ايه اللي حصل له ده مش عايش ابدا. ادي له كده بصي بصي نعمل ازاي عشان تتفرد معانا بالراحه. أوكي. هي العجينه يا جماعه زي ما قلت لكم لو سبتوها ترتاح هتبقى اسهل في الفرد يعني دي هديكي تفرديها برضو. اوكي تلعبي بيها. بس قولي لي انت ازاي بتخليها مدوره بقى. ما هو اهو كده وهخليك انت اللي تقصيها دلوقتي. ماشي. وانت اللي هتسويها على فكره. طب ده انا النهارده يعني هبدع اي خدمه هبدع النهارده هتاخد قرار ان هي مش هتتجوز خلاص دي اخر مره. بصي انا بجيب طبق كده. طب سهله دي السكينه الحلوه دي دي. طيب بقى دور يا ياسمين. طب بصي اعمل كده. لا ما تدوسيش قوي ما تدوسش قوي. ماشي ايوه برافو. يا سلام يا سلام يا سلام عليا السهوله دي. لا لا موضوع سهل خالص. عايزه اقول لكم فعلا لما بنسيب العجينه كمان ترتاح الموضوع بيكون اسهل. اوكي كتير والله يا ياسمينه منوراني مش عارفه حبيبتي انا حاسه والله ان انا بطبخ في بيتنا. انا فرحانه قوي والله انا حاسه ان انا داخله لك مطبخك في بيتك. والله فعلا يعني ما هو ده بيتك فعلا. طبعا انت عارفه يعني ان انا بغير قوي على المكان على مكانك ده. ايوه قوي بجد مطبخي فعلا بالزبط. بغير عليك جدا بجد يعني تحسوا ان عندنا البارت ده في الاستوديو بيت فيفيان. يعني اللي هو يعني عزيز عليا قوي. ايوه بصي بقى هنجيب ايه الطاسه عندنا تسخن ماشي هنحط فيها يعني. قولي لي بقى ياسمين انت اكله. انا بموت في الاكل على فكره مع انه ما بيبانش عليا يا جماعه. الناس كلها بتفتكر ان انا بكذب بس انا بحب الاكل جدا وبعترف اهو لكل الناس بس مش بيبان يعني. لا يا ياسمين ممكن اعرف ما بتاكليش ايه حبيبتي. انا بحب كل الاكل عايزه اقول لك بس قادرة صدق. انا بحب اكل كميات قليله مرات كتيره قوي في اليوم. ده اللي هو نظام اللقيمات اللي هو ايوه بالظبط. طيب بصي بصي بقى كده شايفه هتحطيها بقى في الطاسه. تعرفي تمسكيه ولا طيب هفردها في الطاسه كده على ايدي. خليكي حنينه ماشي اهو ماشي افردها بقى. طيب ما شاء الله الله ثانيه واحده بس اتفردت. ايه يا ياسمين عملت لنا رغيف يا جماعه. انا اللي عاملاه يا جماعه من اوله لاخره. ده بالايه ده بالجزر. برافو. اوكي عشان يبقى لونه مدي على اورنج. وده اللي احنا عملناه. بصي يعمل بالبنجر. ازاي بصي لونه تحفه ازاي. لا لونه حلو قوي. بصي جميل قوي. لا لونه تحفه بجد. وده كرومب. ده بصي طري ازاي. لا هو هش كمان قوي وريحته تحفه يا جماعه طري. بجد ريحته تحفه. بصي وده برضو الجزر اللي انت ايه عامله زيه. اوكي ده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. احنا من ريحته مديه على بنجر شويه صح. ريحته حلوه. ريحته جميله جدا. ريحته حلوه جدا جدا جدا. انت متخيله بتاخدي الحاجات اللي احنا لما بنوب بنسلق الحاجه حاجه بتنزل فوائدها. فوائدها كلها فوائدها. فيفيان لمت لكم كل الفوائد في حاجه واحده بالظبط على شوفاننا على بالظبط. لا ده فعلا صحي قوي. بتحبي ايه بقى اكتر اكلات بقى بتحبيها سنة عشان إيه؟ هنشتغل حاجه تانية. قولي انا جاهزه. اتفضلي انا جاهزه. انا جاهزه مش ماشيه. انت دخلتي من لا يرحم. انا داخله جاهزه و لا يرحم. شوفي اللي انت عايزاه شويه وهنقلب بس مش دلوقتي خالص لما ينشف. بتحبي اكلات ايه بقى ياسمين؟ بحب اكلات ايه. انا بصي اول حاجه بالنسبه لي هو بيعمل صوت ابتدى بيعمل يبقى صوت. كويس. لا ما تقلقيش عليه خلاص انا بطمن. هو بيتنفس ليه؟ هو بيعمل صوت ليه؟ اكتر اكله بحبها بحب السي فود اول حاجه. السمك بالنسبه لي نمبر 1. ايه بقى بحب سمك ايه؟ بحب سمك دينيس. ايه ده غريب يعني اشمعنى ده يعني. مش عارفه بس ده اللي انا اتعودت اكله من وانا صغيره. وبحب الموسى قوي. والجمبري طبعا. جمبري كابوري اي حاجه طالعه من البحر. بتفضلي بقى اللحمه ولا الفراخ؟ اللحمه بالنسبه لي بعد السي فود وبعد كده في الاخر الفراخ مع عكس كل الناس. ممكن تبقي في يوم نباتيه؟ عمري لا عمري. يمكن اسيب اللحمه والفراخ. مقدرش استحمل. لا اصل انا للاسف يعني مش باكل اكل هيلثي وخضار وفاكهه كتير. يا بنتي ما تتكلميش الكلام ده واحنا شايفينك. ما هو للاسف يا جماعه يعني ازاي طب نصدق. ازاي نصدقك والله العظيم بجد يعني. لا طبعا يعني ياسمين بس فعلا يشوفك يقول ما بتاكليش اساسا. لا والله باكل وبحب الاكل قوي بس ما اقدرش اكون نباتيه. انت تقدري تكوني نباتيه؟ انا بكون نباتيه كده كده مش بارادتي بس يعني يوم. بكون عندك حاجه او كده بكون نباتيه فتره كبيره. لا وانا بحب اكتر يعني اديني كرومب
اديني محشي، اديني مكرونات، انا بحبهم، اديني عيش. انا مشكلتي العيش، عشان كده بقيت بعمل دلوقتي عيش الشوفان. بس طبعا زي ما اتفقنا ان احنا هو يا عم علي حبيبي يا عم علي، والله حبيبنا كلنا زي ما اتفقنا ان حتى لو هناكل عيش شوفان بناكله زي كاننا بناكل العيش البلدي العادي بتاعنا، ان هو في نفس السعرات، ولكن هو بيتهضم بشكل ابطا، فبيخلينا طبعا صحي اكتر. في الفايبرز دي اللي هي الالياف، بيخليها ان هي ايه تقعد وقت اطول في معدتنا، فما نجوعش بسرعه، تحافظ على مستوى سكر الدم، ما تخليناش في مرحله اللي هو الدايره المغلقه، لان يعني جوع نشبع نجوع نشبع دي. ايوه بس فاحنا عشان كده بنعمل ايه شوفان. تعرف تقلبي؟ لا دي بقى استحاله. طب صدقي بقى انا كبرت في دماغي، صدقيني صعبه، كبرت في دماغي. مش مشكله، احنا عاملين كتير. طيب العبي حياتي. طب ايه كلوزي يا جماعه؟ هتعلميني طيب الاول؟ لا يلا يا ياسمين. ماشي يا بيبيان. طيب انت عايزه تفرجي الناس عليا. استني بصي باي. ميرسي ياسمين، ميرسي قوي يا جماعه. بيبيان هتقلبوا؟ لا خلاص احنا ايه، دي خلاص راحت. دي راح، انا هاكلها دي يا جماعه، مش هتترمي. انا دي اللي انا هاكلها، خلاص راحت. بس احنا ممكن نعمل دي وهخليكي تقلبيه برضه. لا ما هو انت كده ناويه تبوظي العيش بتاعك كله. لا ما انا عامله حبيبتي، ما انا خلاص بصي. طيب اصل حته القلب دي انا ما بعرفش خالص، جربت في قبل كده في حاجات كتير. بصي انا هشيل ده بس علشان اعرف انا هبعد شويه دي. لا خالص ما تخافيش، بس كده كده كده. ايوه يا بيبو ايوه يا بيبو ماشي. بس بقت نص يا عيني بس. معلش استنى يعني يا جماعه، مسكي دي بقى كده عشان نحطها بعد دي لما تستوي. كبرها بتاخد دقيقه ونص. خلاص اوكي، خلاص لما تتقلب دقيقه ونص. تحبي تاكلي من العيش ده؟ اكيد اكل من العيش. بجد؟ ده ريحته تحفه طبعا. يعني تحبي يعني تعمليه وتاكليه بدل؟ بصي لو انت اللي عاملاهولي هاكله.